هاي بتقدم معظم دول العالم حفلات موسيقية على مدار السنة وخاصة بالمواسم السياحية. خلال إحدى الحفلات الموسيقية للرولينج ستونز مات 4 أشخاص، بس العدد الإجمالي للحاضرين بالحفل ضل هو ذاته، لأنه في 4 سيدات ولدوا خلال العرض. ساهم فريق البيتلز بمحاربة العنصرية من خلال رفضهم تقديم حفلات موسيقية بأمكنة ممنوع دخول السود عليها، وهددوا أكثر من مرة بمغادرة حفل بيمنع الاختلاط بين الناس من العرقان من دون ما يهتموا لخسارة المال. سنة 2012 استفتت تايلور سويفت الجمهور حول المكان يلي لازم تزوره وتقدم فيه حفل موسيقي مجاني، فوقع الاختيار على مدرسة خاصة بالأطفال الطرش. مين قال إنه سويفت ما قدمت الحفل مثل ما وعدت وإنما تبرعت بمبلغ مالي كبير للمدرسة؟ أنا قال. شوفكم بكره.